بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب في سجونها، أحالت ميليشيا الحوثي الإرهابية يوم الثلاثاء الماضي 46 مدنيا إلى محاكمة كيدية أمام ما تسمى بالمحكمة الجزائية منعدمة الولاية، التي سبق وأن أصدرت قرارات بالإعدام بحق مختطفين بتهم التخابر مع الحكومة الشرعية. ووفق مصادر حقوقية، فإن المختطفين المحاكمين معظمهم من العاطلين عن العمل والمزارعين والطلبة والمعلمين، مارست الميليشيا بحقهم شتى صنوف التعذيب، بينها الحبس في زنازين انفرادية لقرابة عام، كما هو حال المختطف سمير العمري. وقال محامي الدفاع عبد المجيد صبرة إن المحكمة الحوثية رفضت منحه صورة من ملف القضية قبل طرده من قاعتها، إلى جانب تجاوزها بتكليف النيابة بقراءة قرار الاتهام، وذلك لكون النيابة صارت خصما للمتهمين في أثناء المحاكمة حسب قوله. كما قامت المحكمة بتركيب كاميرات التسجيل في قاعة المحكمة في خطوة على ما يبدو أنها تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، حيث كان جنود الأمن هم من يقومون بالتصوير. وبالعودة إلى المحاكمات الحوثية بحق المختطفين، يعود أو ينضم معنا عبد الرحمن الشوافي الصحفي. سيد الشوافي، أهلا وسهلا بك. إذن محاكمات جديدة لمدنيين بالعشرات تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في ظل أجواء غير قانونية لهذه المحاكمات، كيف تنظرون في الرابطة لهذه المحاكمات التي بدأتها الميليشيا؟ نعم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. باعتقادي اننا امام مسلسل ارهاب جديد للميليشيا الحوثيه التي تواجه يعني حاله من الغضب الشعبي المتنامي والمتصاعد في مناطق سيطرتها، وبالتالي تحاول اخضاع المجتمع بنوع من الترهيب بهذه المحاكمات المفتعله والغير قانونيه والغير عادله لتخويف الشعب وارهابهم. يعني تريد ان ربما أن تصنع مذبحة جديدة كما فعلت في أبناء الحديدة قبل فترة حين حاكمتهم محاكمة غير عادلة وقامت بإعدامهم، وبالتالي تريد أن تقول أنها لا زالت موجودة ومتحكمة برقاب اليمنيين جميعا. نحن أمام ميليشيا لا تعترف بالقوانين الدولية ولا تقيم وزنا للعدالة، وبالتالي متوقع منها أي شيء. التعويل هو على الشعب نفسه، على لا نقول تعويل على المنظمات، لاننا شاهدنا كيف تواطأت المنظمات الدوليه وسكتت عن الجريمه السابقه، جريمه اعدام ابناء الحديدة الذين تم اعدامهم ظلما، وبالتالي التعويل هو على الشعب ان يقف امام هذه الميليشيا، الشعب الذي تريد ان ترهبه وتسكته بصوت يعني تحت سياط التجبر والاستكبار. نعم. الذي تمارسه منذ أن سيطرت على عاصمة البلاد قبل 8 سنوات. نعم، عطفا على الجملة الأخيرة التي تفضلت بها، يعني هنا ما تعليقكم يعني على بالتوازي مع هذه المحاكمات؟ كانت هنالك يعني وما زالت يعني الإضراب، إضراب المعلمين ما زال سائر ومتصاعد، وأيضا هنالك تنامي للرفض الشعبي في مناطق سيطرة الميليشيا. في هذا التوقيت جاءت الميليشيا وأجرت مثل هذه المحاكمة، هل من رابط ما بينها وماذا تريد الميليشيا في ظل هذه الأجواء؟ نعم، بلا شك كما قلت لك هي محاولة يعني تريد أن ترسل رسالة بأنها يعني بأن مصير كل من يعارضها، مصير كل من يعني يستنكر أفعالها، مصير كل من يمارس الإضراب، مصير كل من يقول لها لا، هو الموت والمحاكمة والاختطاف يعني من بيته، ثم يعني عرضه أمام محكمة هزلية واتهامه بتهم وتلفيق تهم كيدية له، وبالتالي وبعدها يصدر أحكام يعني لا يمكن ان تصدر عن محكمه او فعليه. هذه رساله تريد ان ترسلها الميليشيا لتقول للجميع ان مصير من يعارضها سيكون المحاكمه والموت. لكن باعتقادي ان الميليشيا ستفشل كما فشلت في كل مره في ارهاب اليمنيين. نحن نشاهد كيف ان الناس بدات افوادهم تتعالى في مناطق سيطره الميليشيا
لم يعد الحكم بالحديد والنار ممكنا. أصبح الناس جميع الفئات كلهم معلمون ومواطنون، يعني كل طبقات المجتمع أصبحت تتأجج رغبا لمشروع الهيمنة الحوثية وممارستها الكيدية ضد اليمنيين يوما بعد آخر. وبالتالي هذه الرسالة التي تحاول الميليشيا إيصالها ستفشل، ويعني سيأتي اليوم الذي ينتفض فيه اليمنيون جميعا في وجه هذه الطغمة الفاسدة التي تسلطت على رقاب اليمنيين بالقهر. نعم، الصحفي عبد الرحمن الشوافي، كل الشكر لك.